السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش. الجولة الصباحية عبر الشوارع وأزقة المدينة، نشوفوا الأجواء الجميلة ورائعة صباح يوم الأحد. الأجواء الجميلة ورائعة صبيحة يوم الأحد، نشوفوا شوارع مدينة العريش واش خابين وعامرين. الأجواء عبر شوارع مدينة العريش، كما قلت لكم فهي خالية للمواطنين صباح يوم الحمل، إلا عمال النظافة اللي كيقوموا بالواجب ديالهم. تحية لهاد العمال هادو. إذن كما كتشاهدوا مدينة العريش صحات اليوم خاوية من المواطنين. إلا في قليلة اللي خارجين. هذا الشارع الرئيسي خالي من المواطنين كما كتشاهدوا الآن. هذه الأجواء الصباحية عبر شوارع وأزقة المدينة. شوارع المدينة تقريبا شبه خالية من المواطنين صباح يوم الأحد. كلشي كيصبح ناعس، كلشي كيصبح مرتاح في الدار ديالو. كما كتشاهدوا الصورة أبلغ غنية عن أي تعليق، لا طير يطير ولا إنسان يسير.